الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة يا باب اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة حبيبي يا أبا عبد الله اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة هذه الملائك عند القبر مجتمعة والمصطفى أحمد يبدي له جزعا والمرتضى حيدر بالحزن وافاه والمرتضى حيدر بالحزن وافاه وافاه الحسين يعني يقول الليل النبي يم الحسين الملائكة يم الحسين أمير المؤمنين يم الحسين كلهم يم الحسين الليلة اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة تلقى الملائكة عند القبر مجتمعة والمصطفى أحمد يبدي له جزعا والمرتضى حيدر بالحزن وافاه 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 أبصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء أبصر بقلبك وانظر فاطمة الزغراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى أبصر بقلبك وانظر فاطمة الزغراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى حتى إليه دنت لم تستطع صبرا أهوت عليه تنادي وحسيناه 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 ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى حتى إليه دنت لم تحتمل صبرا أهوت عليه تنادي وحسيناه لفي عليها تنادي آه يا ولدي لفي عليها تنادي آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس وال لفي عليها تنادي آي يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد يا جئت بالدمع أروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم ويلاه جئت أبرد كبدك ولكن ما لقيت لك كبد يا أبا عبد الله أجئت بالدمع أروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم ويلاه بعد يا شاعر ليلة الجمعة شنو ألقى يم الحسين بين البتولة تبكي بين البتولة تبكي إذ أتت زينب ليلة زينب تزور أخوها بين البتولة تبكي بين البتولة تبكي إذ أتت زينب
صاحت حبيبي يا صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب شاء الزمان بسوط الشمر أن أضرب وأن نساق إلى الطاغي سباياه أنا الأميرة هالأسبى إلى القصر أبا عبد الله أنا الأميرة والأسبى إلى القصر أنا العزيزة هالأغدو بلا خدري أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر أخي بعدك كم مر جرعناه ياهي مثلي حرم عاداها الدهر أكو مرة الدهر عاداها مثل زينب البارحة انضمت أبيات للسيدة زينب بعدني ما حافظهن انضمت لها قصيدة بس مع الأسف ما حافظهن شل أتذكر منها قلت لها سلام الله عليها أخ يا زينب ألمي عليك يا زينب أي والله ألمي عليك يا زينب هيك من جملة أبياتها قلت لها يا غريبة جابك هالديرة من شفت قبرك هاي أولها من شفت قبرك صرخت بحيرة يا غريبة جابك هالديرة يا غريبة جابك هالديرة يا مثلي حرم عادا غلدغر وغيم الدنياها بالهم والقهر ما نزينا بمانا كنت مدللة براية العباس كنت مظللة كان ظل بلا ولد اذكر واليتامى كلها عالغبرة ما نكنت مخدرة قومي وهلي وكان حيدر هو عودي وشافلي وحتى من طبراه قال لي تدللي عن يميني الشمس واليسرى قمر وقال للعباس يا راعي الشيم تدري بملاك السما لزينب خدم هاك سيفي وانت شيال العلم وزينب بيمناك يا راعي الفخر وصار شاف الخدر راعي الغانمة وراسي بوجوده وصل سابع سمع نشمي عباس وكلف بالموزمة وسيفه كلها تصيح للموت الحمر تالي ما ادري ايش صار بالدنيا وجرى لأن أبو فاضل طريح على الذرة من وقع صرت أنا موش مخدرة وخدري بالراية انطوى يم النهار نعيد أنا وياك تاني مدري ايش صار بالدنيا وجرى ولأن أبو فاضل طريح على الثرى من وقع صرت انا موش مخدره وخدري بالراية انطوى يم النغار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اللي قلناه في الليلتين الماضيتين اذا يتذكر الاحبة الاخوة هو الاتي الامر الاول اللي بيناه هو أن المقام الاختياري الاصطفائي الاجتبائي وقلنا هاي ثلاث تعابير قرآنية يعني هاي المفردات ثلاثة من مفردات القرآن الكريم لا يتوقف عند حدود النبوة والإمامة بل يتعداه إلى قسم ثالث أصحاب هذا القسم الثالث لا أنبياء ولا شنو ولا أئمة ولكنهم من أهل الاصطفاء وال اجتباء والاختيار لمهمات
خاصة أرادها الله تعالى لهم لقابليات خاصة فيهم. هاي تقريبا خلاصة ما مر في الليلتين الماضيتين، وبينت عليه شواهد كثيرة، ومن أهم شواهده السيدة مريم عليه السلام في القرآن: إن الله اصطفاك مع أنها لا نبي ولا شنو ولا إمام. القرآن الكريم يقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، وهي لا نبي لا إمام، اصطفاها لمهمة خاصة. تسألني شنو هاي المهمة؟ أقول مثلا على سبيل المثال تمهيد السيدة مريم للشريعة العيسوية. هاي فد مهمة عظيمة قامت بها السيدة مريم، هي اللي مهدت وعبدت الطريق للشريعة العيسوية. الولاية العلوية اللي عبدت طريقها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، ومهمة الصديقة الكبرى كانت أعظم من مهمة السيدة مريم عليه السلام. القضية الحسينية اللي حفظها ودافع عنها وبين أهدافها وكشف كل ما يتعلق حولها. أنا أحب أقول للإخوة قضية مهمة، إحنا دوم نقول مثلاً بني أمية شنو رادوا من أهل البيت، حتى اللي سبقوهم بنو أمية بنو العباس من بعد بني أمية، ذولا شنو رادوا؟ يعني ذولا عداءهم مع آل البيت على شنو؟ شنو رادوا بالضبط؟ شنو رادوا يسوون تجاه أهل البيت مثلاً؟ شنو هذا السيدة زينب أسمرة؟ أنا أقعد أقابل المعلومات وأقوم أحلل، أقول بما أنه المعلومة هنا كذا فهم رادوا واحد، رادوا اثنين، رادوا ثلاثة، رادوا أربعة، من خلال التاريخ اللي وصلنا من كتب الخاص والعام، صحيح؟ هذا طريق مرة لها. هي السيدة زينب بينتهم مشرفون، هي قالت اليردو ذولة والقبلهم والشنو والبعدهم واحد اثنين ثلاثة، هم هذا اليردو. زينب بينت؟ نعم بينت، خطبتها بينت. أقول يعني الدور اللي قامت به زينب، يا مو بعض الإخوة يقول إعلام سيدة زينب، أدري تتصور بس إعلام، قضية أكبر وأعمق وأخطر من الإعلام. زينب الحق كشفته، هسه كشفته من خلال الإعلام، من خلال بالنتيجة الحق اتضح من خلال زينب. يعني حروف تحتاج إلى شنو؟ نقاط، هي خلت النقاط حتى الحروف تكون مقروءة بشكل صحيح. وين السيدة زينب كشفت ذول الشيردون؟ يعني السيدة زينب ما تقول والله لن تمحوا شنو ذكرنا، يعني هم شنو رايدين الجماعة؟ ذكر أهل البيت ينقطع مثلا. كشفت، هي كشفت أصلا المخططات كلها كشفته، مخطط كلها كشفته، مو خطبة، استراتيجيات. خطبة السيدة زينب كل سطر استراتيجية، كل سطر كشف حقيقة، كل سطر إبطال مؤامرة، كل سطر. والله ما مبالغ، والله ما مبالغ، قالت لن تمحو ذكرنا، كشفت. يعني أنت إيش رايد؟ أنت هاي هوستك كله حتى ذكرنا شنو؟ ذكرنا ما راح ينقطع، هذا الهدف الاستراتيجي اللي عندك ما راح يصير، ذكرك ينقطع، ذكرنا ما ينقطع. لن تميت وحينا. طبعا هسه هنا انا قبل فتره بينت هاي لن تميت وحينا، تكلمت بها بالتفاصيل، بس الان اريد ابينها بشكل اخر غير اللي قلته لعل بعض الاخوه يتابعوا على الفضائيات، ما اريد اكرر، استشف معنى اخر من كلام السيده زينب غير اللي بينته في محاضرات سابقه في العراق. لن تميت وحينا، كانها باعتبار وحي النبوه انقطع بالنبي، اما الوحي الاخر ما انقطع، لليوم موجود. نعم لا تخاف من هاي الاشياء ابدا، تخاف البعض شويه تكهرب من يسمع هذا الحكي، لا تتكهرب، كل شيء طبيعي، لا تخاف. وحي نبوه انقطع، هاي خذها بصريح العباره، عباره واضحه وصريحه وجمله مفيده، وحي النبوه شنو انقطع؟ بموتي رسول الله، هذا نقطه راس سطر. بس هو الوحي بس وحي نبوه؟ هنا يكون عندنا كلام آخر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون شنو؟ بأمرنا. بعد يقول أوحينا إليهم، أوحينا إلى فعل الخيرات، أوحينا إليه لأئمة، أوحينا إليهم لأئمة. هسا احنا قلنا نبوة، هذا المقام الاصطفائي نبوة إمامة، وقسم ثالث يمثل حجية اللي تمثل سيدة زينب، سيدة مريم، سيدة الزهراء على رأس القائمة وهلم جرة.
اصلا نفس مثلا ضمن هذا القسم خلي امامك ام موسى اللي هي لا نبي لا امام. واوحينا الى ام موسى واوحينا الى ام موسى. هذا وحي نبوه. شو تشوفوا؟ مو وحي نبوه هذا. مو وحي ام موسى مو نبي. هذا وحي امامه. حتى مو وحي امامه. وحي القسم الثالث لا نبي لا امام. هسه يجي يقول لي الوحي هنا بمعنى الالهام. ما عندي مشكله. شي يريد يصير خيصير الهام، نقر في الاسماع، نكت في القلوب كما في الروايات الشريفه، كله مقبول عندي. هذا بالنتيجه القران شنو يسميه؟ وحي. القران يسميه شنو؟ وحي. وحي النبوه على الانبياء، وحي الامامه على الائمه عليهم السلام. والقسم الثالث هذا مثلا الزهراء عليه السلام نزل عليها، كان نزل عليها جبرائيل كل يوم بعد وفاة النبي يسليها مثلا، والإمام علي كان يكتب وصار مصحف فاطمة. بس هذا ما نربط بالقرآن الكريم ولا نربط بوحي النبوة. ما نربط لا وحي نبوة ولا قرآن ولا هم يحزنون. ما نربط هذا الوحي اللي ينزل على الأئمة. شو وقت ينزل على الأئمة؟ مثلا سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنا أسألكم، سورة القدر مستمرة لو منقطعة؟ مستمرة. سورة القدر يعني ليلة القدر مستمرة. إنا أنزلناه في القدر، بعدين يقول تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في كل ليلة القدر. هاي اللي أئمتنا عليهم السلام يقولون ناظر المخالفين بسورة القدر. أئمتنا ايش يقولون؟ يقولون حاججوهم ناظروهم بسورة القدر. سورة القدر تفحمهم. شلون يعني ناظرهم سورة القدر؟ سورة القدر تقول تنزل الملائكة والروح. كل سنة بليلة القدر الملائكة تنزل، بل الروح اللي هو أعظم من الملائكة هم يتنزل. سؤال، على من يتنزل؟ نبي ما موجود. نبي ما موجود. على من يتنزل؟ يتنزل على الإمام، على حجة ذلك الزمان. فزينب لما تقول له لن تميت وحينا، هو إماتة الوحي من خلال إبادة الحجج الإلهيين. إماتة الوحي شلون يصير؟ من خلال شنو؟ إبادة الحجج الإلهيين. لأن إذا أبدتهم بعد أكو وحي ينزل على غيرهم؟ ما ينزل على غيرهم. فيظهر السيدة زينب تريد تقول لليزيد، تقول له أنتم ردتوا من مجزرة كربلاء وما جرى قبل كربلاء وما يجري بعد كربلاء هو قطع نسلنا، هو إبادتنا، قطع ذكرنا، إماتة وحينا. انتوا ذني كلهم تردون، وهذا اللي قاعد تسووه حتى ذني تسوون. بس اني اقول لك ذني كلهم شنو؟ لان له قضيه اباده النسل، انا اعطيناك الكوثر. الله عبر عن نسلنا كوثر، وانتم ابتر، انتوا الابتر. احنا كوثر، الله تعهد احنا كوثر، احنا نزداد ما ننقص. فشلون تقدرون تلقون نسلنا؟ فينقطع الوحي. إماتة ذكرنا ما ممكن في بيوت أذن الله أن ترفع وشنو؟ ويذكر فيها اسمه. احنا بيوتنا باقية وترفع وذكر الله فيها يرفع وإلى آخره. هذا هم ما تقدروا له، وحين هم ما تقدروا. وهكذا أقول هسه هذا الكلام. شو تشوفوا يعني؟ هو قضية سجع قاعدة مثلا أمور مسجعة قاعدة تبين حقائق خطيرة. ها؟ قاعد تبين حقائق، قاعد تفضح، قاعد تكشف. كل شيء تكشفه، كل اللي يخططوه. شلون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا في سورة البقرة قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين خلوا يعني يعقدون مؤتمرات سرية. خلوة مؤتمرات سرية يعقدون تحت الأرض. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كما في سورة البقرة أول البقرة. خلوا مؤتمرات يعقدون سرية، كل لإبادة آل البيت، قطع ذكر آل البيت، إبادة نسل آل البيت. وهلما جرى كما بين زينب. طبعا وإذا خلوا إلى شياطينهم، يا شياطين يقعدون إياهم، شياطين الجن خو ما يشوفوهم. فيا شياطين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. فمني خلي شياطينهم في مقابل الذين آمنوا. الذين آمنوا إنس ومو إنس، إنس. فلما يخلي الشياطين في مقابل الذين آمنوا فصاروا شياطين الجن والإنس،
شياطين الإنس. شياطين الإنس طبعا هذا مو معناه شياطين جنها ما موجودين، هم اللي يديرون أصل ذيك الجلسة ذولاك، ذولاك من خلال الوسوسة الذولة بالشغل هذا. تجي السيدة زينب عليه السلام تكشف هذه المخططات كلها، تفتح الملف كله هالشكل هذا. استراتيجيات، هاي خطبة سيدة زينب، استراتيجيات، استراتيجيات، كل شيء مخطط إليه. واحدة من الأمور اللي أذكرها، ما أريد الوقت يخلص بسرعة وما متكلميش، هذا جاء الأصل بحثي، هذا ما كنت خالي ببالي أتكلم به بس بعد هو إجا. واحدة من الاستراتيجيات اللي بينتها السيدة زينب عليه السلام في خطبتها، وإحنا بليالي السيدة زينب لا بأس. الآن بعض الإخوة يقول خلي المنابر تركز على قوة السيدة زينب، لا تجيبون أنا وين وين الدواوين، لا تجيبون كذا أنا ما أعرف إيش، أنا متشتفة، أنا ما أدري إيش، هذا كله يبين ضعف شنو، ضعف السيدة زينب. فأنتوا خلوا السيدة زينب قوية لو ضعيفة، قوية قوية قوية، البعض يقول. فحتى الأبيات الشعرية اللي تختاروها اختاروا أبيات مرتبطة بقوة السيدة زينب عليها السلام. وأكو بالمقابل أكو هناك من يركز فقط على شنو، على جانب أنه كذا وكذا وكذا. تجي الخطبة السيدة زينب عليها السلام، شوف شوف الاستراتيجية، تجي الخطبة السيدة زينب مثلا أمام ابن مرجانة قالت لما رأيت إلا جميلة، أمام يزيد ذيك بالكوفة هاي بالشام، أمام يزيد قالت له إني لأست كذا أستعظم وأستكثر إلى آخره وإلى آخره. وهذا كله يبين شنو، يبين جلادة وقوة. لكن بالمقابل إيش قالت له؟ قالت له لكن العيون عبرة والصدور حرة. شوف شو تريد تقول، يعني تريد تقول ذكروا قوتنا وعزتنا إلى جانب مأساتنا وألمنا وحرقة قلوبنا، تركيز على جانب وترك الجانب الآخر شنو مو صحيح. مثل ما قالت له يا ابن الطلقاء مثلا، مثل ما قالت له كت كيدك ناصب جهدك فوالله لا تمحو كذا كذا، رأيك إلا فند، جمعك إلا بدد، بعدين قالت له يوم ينادي كذا، يوم ينادي منادي أنا لعنت الله على الظالمين، هذا كله قوة. ولكن بالمقابل قالت له الصدور حرة والعيون عبرة، يعني ركزت على المظلومية والدمعة وركزت على القوة، والتوازن بينهما صحيح. أما التركيز على أحدهما وترك الآخر غلط، شوف غلط. هاي واحدة من الاستراتيجيات المهمة الموجودة في خطبة السيدة زينب عليه السلام، المفروض نلتفت لها. استراتيجية أخرى ما كنت محضر لهذا الكلام، الآن جاء بالي، وإلا أنا أريد أكمل بحثي لأن وصلنا خوش خوش مكان بالبحث، والآن نكمله إن شاء الله تعالى. واحدة من الاستراتيجيات الأخرى اللي شفتها في خطبتها عليه السلام، أنا ما أدري الأحبة وياي لو عافوني وياي، واحدة من الاستراتيجيات المهمة اللي استخدمتها سيدة زينب، استراتيجية إدانة الظالم، إدانة إدانة ضرورة إدانة شنو الظالم، وإلباس جريمته وعدم مجاملته. هاي هم زينب عليه السلام بينتها بخطبتها بقوة، ولقينا باستراتيجية عجيبة زينب مشت. شلون؟ بالبداية قالت له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، أظننت يا يزيد. طبعا تدرون بعد مقتل الحسين يزيد حاول يتملص من جريمة جريمة اللي جرت في كربلاء، قام يقول ابن مرجانة هو اللي عجل على الحسين فقتل. احنا ما قلنا لك تسوي، قلنا لك جيب لنا اياه الحسين، هو قتله، قام يذبها براس ابن مرجانة، بحيث ابن مرجانة قام يقعد على منبر الكوفة أمام أهل الكوفة يقولهم قتلني هذا القرد، ويقصد منه يزيد، قتلني هذا القرد يقولهم، قال لي أقتل الحسين، قتلت الحسين، الآن يقول أنا ما أمرت بقتل الحسين، إيش قاعد يسوي هذا؟ ورطني بدمه ويحاول يتنصل من دم الحسين، لأن يدري دم الحسين مو قضية سهلة، مو قضية سهلة دم الحسين، هذا العار راح يلاحق قتلة الحسين إلى يوم القيامة، ما راح يخلصون منه، دم حار دم الحسين يفور. انتبه لي،
جنجنونه ابن مرجانه، مو بس هو، مولانا عمر ابن سعد بالكوفة بعد قتل الحسين، هذا اللي قالوا له راح تونس بالري، ماكو قالوا له تاخذ عائلتك وهناك الاجواء لطيفه بالري وتقضي عمرك براحه. ما انطوا الري كما اخبره الحسين، قال له ما راح تحصل الري. بل مو فقط ذلك، عمر ابن سعد بالكوفة صار محل للطيارة. شنو يعني الطيارة؟ يعني قام من يدخل مكان الناس كلها شنو؟ كلها تقوم، يقول هذا عمر بن سعد يحرقنا بناره، خل نشرد كل الشرود، يبقى وحدة يشوف روحه منبوذ وهم يرجع البيت، بحيث قام ما يطلع من البيت، صار وحش. هذا دم الحسين، كلها قامت تشائم منه، كلها تتشائم منه. العرب إذا عندهم سفر الصبح يشوفون غراب يبطلون، يعني ثقافة الإسلام ما يقبلها طبعا، الإسلام ما يقبلها، بس هي ثقافته، من يشوف غراب الشائم يقول سفر أول غراب آخر الله يستر منه، فيرجع البيت يأجل سفره. عمر ابن سعد ايش صار بالكوفة؟ إذا واحد طلع الصبح عنده سفر يشوف عمر بن سعد يقول أعوذ بالله من سفر أوله عمر ابن سعد، أؤجل سفري والله يكفينا شر هذا اليوم. ايش صار؟ هذا قتل الحسين. مو هذا كلامي، يزيد حاول يتخلص من دم الحسين. زينب قالت له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا، فحملت شنو؟ تريد تخلاص تتملص وراس بن مرجانة، قاتل الحسين هو أنت، هاي أمام اللي يسمعوني كلهم، أنت قاتل الحسين وأنت الذي أمرت بقتل الحسين، ويا تاريخ سجل، وسجل التاريخ. شوف هاي استراتيجية إدانة الظالم وتحميل المسؤولية، خاف يريد يتملص يهرب من القضية. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا، وإلى آخر خطبتها كلها كانت الضربة بالصميم. أنا مو بس استراتيجية إدانة الظالم، يعني مو بس هذا الأمر، وإنما بنفس الإدانة زينب مشت بشكل تدريجي. ما أدري هسه قدرت أوصل فكرة يولا، هاي أريدكم تتفتولها. يعني إحنا الآن استراتيجية أخرى من استراتيجيات اللي استخدمتها زينب خطبتها إدانة الظالم وتحميل شنو؟ تحميل المسؤولية. مو فقط ذلك، لا لا، إدانة الظالم من خلال طريقة تصاعدية، من خلال طريقة شنو؟ تصاعدية. يعني بدت بما سيسكت عنه يزيد حتى تنتقل لما هو أخطر من ذلك، ثم تنتقل إلى ما هو شنو؟ أكبر من ذلك. شوفوا هاي فد مسألة واي مهمة، يعني استراتيجية الإدانة همشت بيها بخطوات تصاعدية ومدروسة بعناية ودقة. بالبداية قالت له أظننت يا يزيد حملت المسؤولية، هو سكت ما قدر يحكي، وهو أمر بقتل الحسين، وهاي جايبين سبايا أمامك، منو أمر تجيبون سبايا أمامك؟ أنت الحاكم، منو الحاكم؟ شوف الدورج قالت له، قالت له مشت كم سطر باوعت له، قالت له أمن العدل يا ابن الطلقاء. هنا أنا صعدت يوم ما صعدت، هنا بعد الحكي صار مو يزيد، صار منه آبائه أجداده. قالت له مو بس ستة صاحب المسؤولية اللي خلوك بهذا المكان، هم هم شنو أصحاب مسؤولية اللي أنت ورثتهم. أمن العدل يا ابن الطلقاء، بدت بي انتقلت إلى أبيه وجده وهكذا مشت. امشي فد كم سطر مثلا، ست أسطر سبعة سطور كذا، آخر الخطبة ايش قالت له؟ وسيعلم من مكنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا. هاي سيعلم من مكنك شنو يعني؟ انت فهمها. شوف وين صعدت، بدت بيزيد للطلقاء، وسيعلم من بوأك مكنك الأساس. فهي مو فقط استراتيجية إدانة، الإدانة هم استخدمت بيها شنو؟ حالة تصاعدية، رضت بالأول حتى تنتقل للثاني، المرحلة الثانية، رضت سكتت بالثاني انتقلت للمرحلة الثالثة. هيك أكو شغل بخطبة زينب. فمن أقولكم كل سطر بهاي الخطبة يحتاج إلى عمل كثير، كلها استراتيجيات، كلها شغل. الخطبة تحتاج إلى عمل كثير،
إلى الآن خطبة الجزائر لم تعطى بعض حقها، بعض والله شيء يسير نزر قليل من حقها لم تعطى هذه الخطبة. أرجع الأصل الكلام أنه لما تقولنا لن تميت وحينا، يعني شنو؟ يعني أنتم أردتم إبادتنا، رب العالمين راح يحفظنا، إحنا كوثر والكوثر خير كثير وما ينقطع إن شاء الله إلى يوم القيامة، هذا الكوثر لم ولن ينقطع. أو شوف أنت، شوف هذه النبوءة صدقت وما صدقت؟ صدقت لأن أصحاب هذه النبوءة هم أهل الصدق ومنبع الصدق وأصل الصدق. ابن مرجان لما جرع على الحسين بما لا أستطيع أن أذكره في الواقع، ما أقدر والله لساني، يعني لما قال الحمد لله الذي قتل كذا الحسين، ما أقدر أقول الكلمة الكذا الكذا، شيء اتهم الحسين كذا، ما أقدر، ما تقال الكلمة. قام لهذا البطل ابن عفيف الكوفي، قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، والحسين صادق ابن صادق وطاهر ابن طاهر. تشغل ناس ساكتة خايفة، قالهم جيبوا لي، قالهم ناولوني سيفي، تركنا الحسين رب العالمين راح يشملنا بالذل، خل نكفر عن ذنوبنا، طوني سيفي. رأس الحسين أمامنا وإحنا أذلاء ساكتين، وقاتل قتال الأبطال وما يشوف، قلبه يشوف، عينه ما يشوف بس قلبه يشوف، وقاتل قتال. قال للبتة، قالها أنت بس قولي لي، إجوك على اليمين وإجوك على الشمال، أنا ما أريد من الشيء، بس قولي لي منين يجوني حتى أقاتلهم قتال الأبطال وأقتل من أجل سيد الشهداء عليه السلام. وكان تقول لأبويا إجوك عن يمينك يهجم عليهم، إجوك عن شمالك حتى قتلوه وأصبح الشهيد من شهداء الحسين عليه السلام، جزاه الله ألف خير، جزاه الله ألف خير عن سيد شباب أهل الجنة عليه السلام. أرجع الكلامي، واحدة من الأمور اللي وصلنا لها، إذا الإخوة كانوا حاضرين بالليالي الماضية ويتذكرون، واحدة من الأمور اللي وصلنا لها أنه العناوين التي أعطيت للأنبياء، بعض العناوين المهمة اللي أعطي العالية اللي أعطيت للأنبياء، أعطيت للإمامة يوم ما أعطيت. متذكرون؟ جبنا مثال يوم متذكرون مقام الصديقية، إبراهيم صديق، يوسف صديق، إدريس هم شنو؟ صديق في القرآن، أمير المؤمنين صدق به صديق، ذولاك أنبياء، أمير المؤمنين شنو؟ إمام. نفس المقام حصله وزيادة طبعا وزيادة. مثلا فقط نبوة إمامة يشتركون بهذا العنوان المهم لأهل الاصطفاء والاستباء؟ لا، مريم لا نبي لا إمام، القرآن يعبر عنها وأمه صديقة، صدقت بكلمات ربها. فمثل ما إبراهيم صديق مثل كنبوة، مثل ما أمير المؤمنين صديق كشنو؟ كإمامة. مريم صديقة لا نبي لا إمام، يبقى مقام الصديقية درجة ودرجات درجات، فصديقية أمير المؤمنين غير صديقية إبراهيم، وصديقية إبراهيم غير صديقية مريم، وهكذا تبقى أكو تفاوت شنو؟ بدرجات مقام الصديقية. لكن أصل المقام، أصل العنوان موجود عند الأطراف أو الأقسام الثلاثة وما موجود بنص القرآن، موجود بنص القرآن، موجود بنص القرآن، موجود نص القرآن موجود. هسه مريم صديقة، النبي قال لفاطمة أنت صديقة كبرى، تشوفوك مريم صديقيتك فوق صديقية مريم. بل هسه تقول لي هو شنو هسه مقام الصديق؟ مقام لا والله بيح، لا دي شوفوني هذا المقام حتى اتبع آثار خاصة، آثار خاصة. يعني مثلا قال له الأمير المؤمنين لو أمرت امرأة بتغسيل فاطمة، عود ليش تتغسلها؟ يعني ليش يعني تغسل زهراء امرأة وإن كنت زوجها، ولكن أفضل لنفسك لقلبك لي خلي امرأة تغسلها. قال لهم فاطمة صديقة لا يغسلها إلا صديق، فهذا المقام تبع أثر يوم ما تبع أثر.
تبع أثر، تبع أثر. وهاي احنا هسه هنا ما ادري هذا الباب اقدر افتحه الان على مصراعيه، بس حقيقه انتيه بتفاصيله يخوف، والله انتيه بتفاصيله. يعني هاي المقامات العاليه تتبعها اثار خاصه باصحابها، انا وياك ما مشمولين بها، وهاي تدل على خصوصيه هؤلاء. ايها الاخوه التفتوا لي، على سبيل المثال: واحل له من مسجده ما حل له. انا وياك حللنا هذا الشيء وما حللنا، ما حللنا. ليش حل بس المن لامير المؤمنين واولاد امير المؤمنين؟ يعني بقيه المسلمين كانت ابواب بيوتهم غرفهم مفتوحه على المسجد. زين تدري اكو امور هسه على المنبر نحاول نكون يعني نحافظ على قدسيه المنبر، فنختار الكلمات بعنايه. الانسان يمر بظروف، اكو عليه غسل واجب، اكو عليه صحي ولا، وهكذا الامره الى اخره. فاكو احكام هنا خاصه، اكو كذا. نزل الأمر السماوي بشنو؟ غلق الأبواب. شلون أغلقت؟ انبنت. النبي قال لهم أبوابكم على المسجد كلها شنو؟ تنبني. فتحوا أبواب على خارج المسجد، المسجد الحرمة وإلى أحكام خاصة، وخلى بس باب أمير المؤمنين مفتوح. قالوا له شلون يعني هاي كلها تنسج، هاي الأحكام بس علينا؟ قالوا لهم علي بن أبي طالب مستثنى من هذا كله، علي بن أبي طالب استثنى. شلون يعني استذاق؟ قال لهم هكذا امرني ربي، انا انقل الرساله، الله امرني بذلك. ما اعرف شنو هسه اقول. تترتب اثار خاصه، هاي الاثار احكام بعض الاحيان تكون خاصه. انت الان الصلاه في الحائر الحسيني تغير الحكم يوم تغير؟ ماشي، شوفون الاخوه الصلاه بالحائر تغير، يعني بالنسبه للمسافر اقصد، أنت مخير. بس ليش يتغير هذا الحكم مع سيد الشهداء عليه السلام؟ البكاء على الحسين في الصلاة كل من هم يرجع الفقيه أفضل. خاف بعض آراء العلماء تختلف، أنا هم مو أنا لا أفتي ولا هذا، مو شغلي مو اختصاصي. الفتوى اختصاص فقهائنا وعلمائنا الكرام، كل من هم يرجع المرجعة والرسالة العملية مع المرجعة. لكن المعروف أنه البكاء في الصلاة مبطل للصلاة إلا خوفا من الله، وبعض العلماء يلحق شنو؟ البكاء على رزية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ايش معنى يتغير الحكم هنا؟ ليش يتغير الحكم هنا؟ هذا تغير الحكم ليش مثلا لما يصل لسيد الشهداء عليه السلام؟ ما يعني القضية تحتاج دراسة، تحتاج شنو؟ دراسة. الموضوع يحتاج إلى دراسة. نفس سنة التكبير سبعا، منين اجت؟ تدرون منين اجت نفس سنة التكبير شنو؟ سبعا. هسه وإن كان أنا أدري بالدقة الأمر اللي قلته قبل قليل يعني ما يرتبط بهذه الأمثلة بشكل دقيق جدا، ولكن بالحالة العامة أكو ارتباط، بس هو الكلام جرني، هذا هم مهم أقوله. نفس هاي سنة التكبير شنو؟ سبعا للصلاة. منين اجت هاي في الرواية الشريفة، رواياتنا الشريفة، وما إلها مناسبة أخرى وردت في الروايات؟ يعني انحصرت مناسبة هاي الاستحباب بالتكبير سبعا بهذه القضية حصرا بالروايات الشريفة، لم ترد في مورد آخر أنه النبي كبر والحسين بصفه. الرواية تقول حسين مثلا ما كبر عليه السلام، لم يحر أو كذا، نص تعبير الرواية. النبي مرة ثانية يكبر الحسين كذلك، ما هذا، ثالثة رابعة، بالسابعة كبر الحسين فصارت سنة. فصارت شنو؟ سنة. شنو هذا؟ شنو؟ شو يعني؟ يحتاج دراسة. صارت سنة لأن الحسين ما كبر أولا، ما كبر ثانيا، ما كبر ثالثا، ما كبر رابعا، بالسابعة كبر. النبي قال لهم صار شنو؟ سنة. شو يسوي سيد الشهداء عليه السلام؟ أكل التراب وحرمته وتعال لسيد الشهداء الأمر يختلف لو ما يختلف؟ يختلف. وهكذا هذا يدل على خصوصية لهؤلاء الكرام عليهم السلام. أقرب الروايات هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، أقرب الروايات الشريفة أبو بصير يوم من الأيام كان طالع الصبح
وسمع صوت. شنو هذا الصوت؟ قالوا له أصحاب الإمام الصادق قاعد يركضون للدرس نص صبح، يروحون للدرس يحضرون، خاف الإمام يبدأ بدرسه. هو كان المفروض يروح يغتسل، سابقا كانت الحمامات شنو عامة، ويروح يكون يغتسل. فلما شاف ذولا رايحين قال أنا على ما أروح وأرجع الدرس فايتني لو ما فايتني فايت. يظهر درس من دروس الإمام كان في بيته مو في مسجد النبي. الإمام عنده دروس في مسجد النبي وكان عنده دروس شنو ببيته. بس شنو الفرق بين هاي وهاي؟ ما أدري، لعل هنا الخواص وهناك درس عام، هنا درس خاص، ما أدري، هذا يحتاج دراسة. فيقول قلت خلي أروح البيت الإمام الصادق عليه السلام وبعدين أرجع. هذا يقول لما دخلت إلى بيت الإمام الصادق يقول أشرد الإمام قال لي تعال أبو بصير أقعد بصفي، أو مثلا هو كان ما يشوف قال الواحد يعني المهم تعال، المهم تعال. إجل ناداه الإمام سلام الله عليه، قعد يم الإمام قال له يا أبا بصير أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجودك ما مناسب من دون رسل، روح اغتسل وتعال. أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا بيت سكن الإمام، هذا بيت شنو سكن الإمام. يقول احنا حتى بيوتنا إلها وضع خاص، إلها وضع خاص، إلها وضع شنو خاص، كونوا تحافظون عليه. هذا يدل على شنو؟ أقرأ رواية في كتاب بصائر الدرجات للصفار إن لم تخن الذاكرة. وأنا أخواني دوم أقول على المنبر، إذا الشباب يلتفتوا لي الله يعزهم ويحفظهم، أنا دوم أقول على المنبر، أقول أكو بعض الكتب المفروض بيوتكم ما تفرغ منها، بعض الكتب بيوتكم المفروض شنو ما تكون خالية منها. كتاب من هذه الكتب كتاب سليم ابن قيس الهلالي. ما نريد بيت من بيوت الشيعة ما بيه كتاب شنو؟ كتاب سليم، اللي الإمام الصادق يقول من لم يكن عنده كتاب سليم لم يكن عنده من أمرنا شيء. بعدين يقول هو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد. هذا المفروض الإخوة يشتروا. مثلا كتاب بصائر الدرجات للصفار، صاحب الكتاب من أصحاب الإمام الحسن العسكري، وكتابه مؤلف في زمن إمامنا يعني في زمن إمام ظاهر سلام الله عليه، والكتاب وصلنا مضاع، كتاب البصائر وصلنا. يدخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام، أنت من واحد يجيك للبيت يقول على فراشك لو مو على فراشك، يقول على فراشك، يقول على فراش الإمام. الإمام قال له تدري التعليم من جالس؟ تدري ليه من جالس؟ قال له عليمن يا ابن رسول الله. قال له أنت جالس على فرش قوم تتبرك بها الملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولو شئت لأريتك مكان آدم هنا، وهذا مكان نوح، وهذا مكان الإمام الصادق يقول له، وهذا مكان إدريس، وهذا مكان إبراهيم، وهذا مكان موسى، وهذا مكان عيسى، وهذا هنا جبرائيل، وهذا شو يقول الإمام؟ يقول له أنت قاعد على نفس الفراش. شنو هذا؟ والله هذا شنو؟ تعال أنت فهمني هذا شنو؟ يدخل نفس بصائر الدرجات إن لم تخن الذاكرة، بس هي إذا موجود بصائر موجودة في مصدر آخر مهم يعني شيء بلا مصدر ما أقول عادة، بس الرواية موجودة أقدر أبحثها بسهولة وأطلعها يعني. وين واحد على الإمام الصادق ويا صلاة المغرب كان يظهر عنده مسألة شرعية كذا ما أعرف، راد يطلع كمل شغله، راد يطلع الإمام قال له إحنا أهل بيت كرم ما يدخلنا داخل شي وقت ويطلع من دون طعام، تبعد نصلي وتعشى وطلع. قال له أنا يا ابن رسول الله ممنوع من الطعام، مرض تخمة بي كذا، أسا ما أعرف معدة بي مشكلة ما أدري. فقال له ما أقدر آكل. الإمام الصادق قال له أنا أدعوك إلى طعام تتبرك به الملائكة، طعام كل شفاء كل بركة كل خير، طعام مطبوخ في بيوتنا، تقول لي أنا مريض؟ هو المريض يأكل هذا الطعام. يقول فأكلت من زاد الإمام فبرأت علتي بإذن الله. على مستوى بساطهم، على مستوى فراشهم، على مستوى طعامهم، على مستوى ملأ ثيابهم، على مستوى يعني الإمام لما راد يكرم دعبل أنطى شنو؟ أنطى أمواله، وبنفس الوقت أنطى جبته الكريمة،
وقال له تفيدك خليها وياك بالكفن هاي تنفعك على مستوى ثيابهم على كل مستوياتهم عليهم السلام كل مستوياتهم لهم خصوصية أهل هذا البيت لهم شنو خصوصية عليهم السلام أقول هاي العناوين مقام الصديقية تبع آثار كما بينت لكم وأكو مصاديق أخرى كثيرة بس بيانها وتبيانها يحتاج إلى وقت أعطيكم قضية أخرى تركنا من الصديقية خلنا نختار شيء آخر حتى بعد نتهيئ للمصيبة ونخلي وقت لا بأس به للمصيبة أقول لكم قضية أخرى قضية أخرى الأنبياء عليهم السلام ما شو تعبر من خصائصهم من الأمور اللي كرمهم الله تعالى بها شو تريد تعبر صحيح قل من خصائصهم قل من الأمور التي كرمهم الله تعالى بها خصهم بها هاي التعابير كلها صحيحة أنه مثلا هو الذي تولى شنو تسميتهم هو الذي تولى وتدرون تسمية السماء تختلف عن تسمية أهل الأرض هاي مثلا من خصائصهم القرآن بصريح العبارة يبين ذلك في يحيى لم نجعل له من قبل شنو سمية الله سماه يحيى الله تعالى شنو سماه وهكذا سبقية الأنبياء عليهم السلام كما ورد في الروايات الشريفة وغيرها هذا الأمر توقف عند حدود النبوة ها توقف عند حدود النبوة لا أبدا ولادة أمير المؤمنين عليه السلام هذا اليوم فاطمة بنت أسد سمته حيدرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة لما طلعت من الكعبة سمعت نداء من السماء وليش تتعجب أوحينا إلى أمي موسى شنو يعني رب العالمين يكلم أم موسى يكلم أم علي بن أبي طالب شنو المشكلة في ذلك يعني تقول سمعت مناديا ناداني من السماء يا فاطمة سميه عليا سميه عليا اللهم صل على فيظهر الإمامة هذا الأمر اللي حصل للأنبياء هم نفسه حصل شنو للأئمة عليهم السلام الله الذي سماهم بل اشتق لهم أسماء من شنو من أسمائه الحسنى هذا يتوقف عند حدود النبوة والإمامة يتوقف عند حدود النبوة والإمامة يعني أنت مثلا لما ولد الحسن سمه أنا لا أسبق النبي بتسميته موشي يا رسول الله سمه قال أنا لا أسبق ربي بتسميته مو صحيح نزل جبرائيل سمه حسن وسمه حسين ولدت زينب في الرواية الشريفة وذاكرها الشيخ جعفر النقدي رحمه الله في كتابه عن السيدة زينب عليه السلام ومعروف الشيخ جعفر النقدي من أفاضل وفضلاء وعلماء النجف الأشرف عنده كتاب قيم بالسيدة زينب عليه السلام في كتابه وغيره سينقلها عن البحار حسب الظاهر غير ذلك أنه تولد زينب زينب لا نبي لا إمام تولد زينب سمها يا أمير المؤمنين قال أنا ما أسبق النبي بتسميته تماما كما فعل مع شنو مع الحسن والحسين هذا خوف هذا شنو هذا شنو هذا هم شاركتهم هم شاركت الأنبياء شاركت الأئمة بهذا الأمر خوف يا انتظر النبي يا رسول الله سمها قال أنا أنتظر ربي هو يسميها ينزل جبرائيل كما نزل في قضية الحسن والحسين يقول له سمها زينب طبعا زينب كلغة عربية يقولون وردة بيضاء زكية الرائحة تكون بالصحراء تسمى زينب بعض يقول زينب بمعنى أن تكون زينة لأبيها البعض يقول ما أدري بس هو كالموجود في كتب اللغة وكذا يقولون زينب رائحة يعني زهرة أو وردة إيش تعبر عنها بيضاء طيبة الرائحة تطلع بالصحراء هاي العرب وش يسموها إيش يقولون فيها أنا اللي يهمني أن الله سماها أن الله تعالى تولى تسمية كما تولى تسمية الحسن والحسين وأمير المؤمنين ويحيى والنبي هلم جرى شاركتهم بهذا الأمر عليه السلام وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذه السيدة وإلا شنو السماء تتدخل حتى بتسميتها كما تدخلت في تسمية الأنبياء والأئمة عليهم السلام ها
هذا يدل على شنو هذا المعنى؟ يدل على عظمة هذه السيدة، وإلا شنو؟ شنو؟ آخر شيء أقوله ومنه ندخل المصيبة. هذا البكاء على الحسين ايش قد بي وردها روايات؟ البكاء على الحسين ايش قد وردت بي روايات؟ من بكى أبكى كذا، 50 يوصل إمام 10 يقول واحد. الروايات موجودة في أمهات المصادر الشيعية، في أمهات له الجنة، ضمنت له الجنة، وجبت له الجنة، بالسنيات متعددة في الروايات للباكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. جيد، ضيف للبكاء على الحسين البكاء على الإمام الحسن، ضيفة الروايات الواردة مثلا في البكاء على الإمام الحسن عليه السلام شي يكون أجر عند الله تعالى، هذا هم ضيفة. ويا البكاء على الحسين عليه السلام، تجيك رواية أن الباكي على زينب كالباكي على أخويها الحسن والحسين، هذا يدل على شنو؟ شنو هذا؟ الباكي عليها كالباكي على أخويها، شنو هذا؟ هذا مقام عظيم أيها الإخوة، والله مقام عظيم، والله مقام عظيم. البكاء على مثل هؤلاء الكرام ما يجي اعتباطا، تفتولي. النبي لما شاف النساء يبكين على قتلاهن وحمزة ما حد يبكي عليها، تأذى النبي، قال حمزة لا بواكي له، حمزة أسد الله ما حد يبكي عليها. النسوان عافن قتلاهن قاموا يبكين على حمزة، وهكذا فعلها مع جعفر صلى الله عليه وآله، ودعا للبكاء على جعفر. يجي النبي نفسه يقول الباكي، زينب استوى مولودة، يقول الباكي عليها كالباكي على أخويها الحسن والحسين، هذا يدل على شنو؟ يدل على شنو؟ اهتمام خاص، عناية خاصة بهذه السيدة عليه السلام. وهاي ما تعطى لكل أحد، ما تعطى لكل أحد، هاي المقامات وهاي اللغة الخاصة المستعملة مع، ما تعطى لكل أحد أبدا. أسفي عليك سيدتي، لوعتي عليك سيدتي. هنا ما دام احنا يم السيدة زينب عليه السلام، بعد خلينا للمصيبة، نخلي وقت للمصيبة. ما دام احنا يم السيدة عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، خلوني أبين الآتي. زينب هنا كانت بالشام، مو مصيبتها، مصيبتها نبينها من بكرة وبعد بكرة إن شاء الله نقرأ مصابها وما جرى عليها وفاتها هنا وإلى آخره، هذا نخليه بس هسه خلونا. وزينب وكربلاء هنا استشهدت السيدة رقية، هنا صار اللي صار بالخرابة. يزيد دز على الإمام زين العابدين قال له يا علي بن الحسين خذ عماتك وأهلك وانصرف، شغلنا خلص وياكم، روح أنا هم راح أطلع وياكم النعمان بن بشير، هذا بعنوان يخدمكم بالطريق، يعني أنتوا تأمروا وين ترحون وين تقعدون وين تمشون، مو بعنوان يسبيكم، لا. ووصينا أنه بعد هو يمشي بالتردوت، وطلعوا من الشام خلص، بعد ما عدنا شي وياكم. رايد بن نشيل الإمام قال له شي واحد أريده، قال له شنو تريد؟ قال له ترجعونا اللي سلبتموه منا، السرقتوه منا، اللي نهبتوه منا يوم العاشر ترجعونا يا، غير هذا كل شيء ما بي، غراضنا سرقتوها رجعوها. قال له ليش أعطيك أضعافه؟ قال له أنا ما أريد أضعافه، إحنا أهل بيت كرم، إحنا نضل الناس والناس تضينا، ضينا عمرنا إحنا نوزع، إحنا نضي، إحنا نكرم، إحنا نغني، إحنا نشبع، إحنا أهل الكرم، عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، اشملونا بكرمكم هذه الليلة، ليلة الجمعة يا آل محمد، انتم شاملين الدنيا كلها بكرمكم ورحمتكم، جدكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اشملونا بهاي الرحمة هذه الليلة، مروتكم عدنا ذنوب ندري، عدنا آثام ندري، عدنا مشاكل ندري، وين الروح إذا ما نجيكم؟ خوين الروح إذا ما نوقف على بابكم؟ خوين الروح؟ ما عدنا غيركم،
أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. اطردون حاشا سيدي أبا عبد الله ليلة الجمعة هنيالي طوف قبرك الليلة بكربلة. رجعنا أبا عبد الله، رجعنا أبا عبد الله. سيدي أبا عبد الله أنت قتلتك إجوك قالوا لك عطشانين أنطيتهم ماي، ما قلت لهم أنتوا قتلتي رادوا ماي أنطيتهم ماي، إحنا شيعتك ونريد تكرمنا هذه الليلة وتدير بالك علينا وتدعونا وترجو من الله أن يتقبلنا ويرحمنا ويعفو عنا ويغفر ذنوبنا وآثامنا ويهدينا ويمشينا عدل بجاهكم عند الله يا أبا عبد الله. ينغرونا هاي الليلة مسحوا علينا يا أبا عبد الله، وين الروح؟ ما عدنا غير. المهم فزين العابدين يقول لليزيد احنا ما محتاجين واحد بس ربنا، احنا ننطل الناس، الناس محتاجتنا. البكتو رجعوه، السرقتو رجعوه. بس قال له ليش يا ابن رسول الله تريد هذا؟ قال له هذا فيه مغزل أمي فاطمة، فيه عباءة فاطمة، فيه قميص فاطمة. رجعوه يا ابن. قال له بعد رايد شي؟ قال له راس أبويا الحسين. يندفن بكربلة الراس يبقى يمك، شنو معناها الراس كون الرجعة للجسم بعد. راس أبويا الطيني وروس البقية راس عمي العباس. المهم الإمام زين العابدين رجع للخرابة، جمع عماته وأهل بيته، قال لهم يا نسوان احنا بعدكم نطلع من الشام خلاص. فرحة زينب عليه السلام، خل نطلع من الشام. وطلع الظعن مولانا ومشى الظعن. نعمان بن بشير وقف على مفترق طريقين، اجى زين العابدين قال له يا ابن رسول الله احنا ترى على مفترق طريقين، انا اريد اشوف انتوا وين تردون. قال له الامام يدري. قال له وين؟ قال له طريقي يروح المدينة جدك، نرجعكم لبيوتكم ترتاحون بعد كذا. قال له على ساكن مدينة جد السلام، على ساكن هذه المدينة السلام، على رسول الله السلام. بعد الثاني قال له الثاني للعراق يا ابن رسول الله، طريق الثاني للعراق. قال له صح، أنا الآمر أنا الناهي، بس أنا أحب أسأل عمتي زينب عليه السلام. إجا العمت سلم عليها، أهلا حمانا، أهلا ذرانا، هلا بهيبتنا، هلا بكبيرنا، هلا بتاج راسنا، هلا ببقية السيف، هلا بيك عم علي. قالها عمه احنا على مفترق طريقين، انت وين تردين؟ قالت له انت الامر وانت الناهي وانت امام زماننا. قالها صحيح، ولكن انت عمتنا الكبيرة وانا عمتي زينب ما اتجاوزها، وين تردين عمه؟ قالت له هن لوين الدربين؟ قالها واحد المدينة جدش رسول الله. قالت له على ساكنها الاف التحية والسلام. عمه والثاني؟ قالها عم الثاني إلى كرب وبلا، ثاني كرب. لما سمعت زينب بذكر كربلا حنت وأنت، بس قالوا لها كربلا صاحت آه آه يا كربلا. بدرب البيطر يجين طريجين واحد للمدينة ودرب الحصين. يا بابي تشزين العباد وسالت العين وقال لها يا عم المن تريدي، يا عم المن يسير الدرب عمه؟ قالت على هواي اللي أشمه، أخذني الهواي الهوى ريتي أخذني. يا بلي أشم عرف مقصودها حسين أبو اليم، أريد أقضي بواجي العمر يمه يمه يا يابا يمه يمه. عم قل الدليل الكربلا يمين، أنا أريد أشوف شلون دفنته
انتوا الله يحفظكم ويحفظ اهلكم، رايحلكم ميت لابد، ابي اول من عندنا ما رايح لميت. الميت من يدفنوه الزلم من يرجعون للبيت النسوان تقول نريد نشوف نريد نشوف القبر نرتاح شلون ندفن. زينب قالت له عم انت تفنت احنا ما شفنا. اريد ازور اخويا الحسين وجايه الاربعينيه يا عم وليد عند اخويا. زين العابدين صاح يا ضعن عرج بنا على كربلاء، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثة لا يزار مقامها. وكان جابر الأنصاري في كربلاء ويقول للعطية المسني القبر، قال له القبور كثيرة ايش مدريني أنا قبر الحسين وين، قال له عطية مر بي على القبور قبرا قبرا وأنا أعرف قبر حبيب الحسين. قال له شلون تعرفه، قال له مو شغلك مشيني على القبور انا اعرف شلون، انت مالك شغل انت شوف راقب. يقول مريت بي على القبور ياخذ قبضه من التراب يشمه يقول مو هذا مو هذا، يقول الى ان وصل الى قبر من القبور اخذ قبضه من التراب شمها، اخذ قبضه ثانيه شمها، قال له عطيه هذا قبر حبيب الحسين. ثم صاح ثلاثا حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، لما لا حبيب يجيب حبيب. هو وعم الحسين عطية قال له جابر نعم، قال له أشوف سواد مقبل علينا وأخشى أن تكون عينا ليزيد أو لابن زياد ونتورط خنضم رواحنا. قال له شوف عطية أنا قلبي يقول اليوم يوم 40 وزينب تزور الحسين اليوم 40، روح القي لك نظرة على السواد شوف شنو، حتى إذا شفناها جيش كذا نلبد، بس أنا قلبي يقول هذا ضعن زين العابدين راجع. روح شوف الخبر. راح وسرعان ما رجع وهو يقول يا جابر نعم، قال لقم واستقبل حرم الله نسوان واطفال. جابر شي سوي، صار ابو موكب، صار ابو موكب، كنت اقول لكم هالمواكب على الطريق. جابر شال عبايته شي سوي بي ويصيح على بزوار الحجر أنا بالزوار أنا بالزوار الأربعين. زين العابدين يشوف من بعيد واحد يهوس يصيح أنا بالزوار الحسين منو هذا وجابر هذا. نزل الإمام احتضن جابر، جابر يقول له أعلي هذا، قال نعم يا عم، قال له سيدي علي أين حبيب الحسين وين الحسين. قام يسولف لحن يا جابر وانحب وياي وانحب وياي انا بهالمعارف قدت ولياي. يا عم ها هنا قتلوا رجالنا ذبحوا اطفالنا سبوا نساءنا كذا كذا كذا. زينب على الناقه منتظره زين العابدين يكمل. زينب وهي قريبه يم قبر الحسين شلون تصبر على بعد انه تنتظر زين العابدين، قالت هسه يخلص، انتظرته شويه ما خلص. الإمام قلبه متروس ويسولف الجابر. زين شو تسوي زينب؟ انتظرته انتظرته، شافت زين العابدين يطول وزينب صفرها خلص على الحسين. زين العابدين هو يسولف ويا زينب يسمع صوت بجد زينب وصاحت يا Thank you.
بكت زينب وصاحت يا عاونينا يا عم قبر اخويا حسين وانا تقلى القبر ذاك ذاك وجرت عينا تعنت لو قلبها اشتعل وضرا جت القبر الحسين عليه السلام جت القبر الحسين تقول له جاناكم يا اخوتي بهلبسة خطار خطار جاناكم يا هلنا بهلبسة خطار يا لعدكم الضيف يصير صاحب دار وين اهل الدواوين اهل المضايف يعرفون هذا الحج أهل المضايف العراقيين أهل المضايف أهل الدواوين هذا أبو الديوان أبو الكرم يعرف هذا الحكي جيناكم يا هلنا بهالمسا خطار يلعدكم الضيف يصير صاحب دار يلملقاكم يفرج على المحتار ما حد قال لي هلا أجو ما حد يجا منكم تلقاني أجو ما حد يجا منكم تلقاني قعدت يم قبر الحسين زينب طلعت ملابس مال بنيه صغيرونه قالت له شوف ابا عبد الله انت حملتني حمل ثقيل باولادك وبناتك وخواتك وانا لا انام الدرب كله لا نايمه لا شارب ولا ماكله حتى احفظ لك اياهم لان انت قلت لي برقبتي جذول انا فوق ضيمي وقهري وضربي ليت النسوانك وأطفالك خويا دولة وياهم سالمين بعش تريد أبو علي راحت من عندنا بس واحدة هاي الوحدة أنت أخذتها أنت جئت عليها وأخذتها أنا ما عندي صوت جبت لك ملابسها أبا عبد الله خلت ملابسها على قبر الحسين قلت لها هاي هدومة وذن النياش يا دار بالصوت للحين يا خويا وغير ضربات على العين يجعداك جانا وخويا قاسين ورقية صغيرة ما تحمل يا الحسين ما تحمل يا الحسين بيت الدعاء واكو كم بيت نقراه انا وياكم بسرعة حتى الشيخ كراري صلى الله عليه وسلم تقول له هاي رقية كتلتني ابا عبده موتتني هاي بنتك تدري ليش موتتني اسمع تقول له ما تقدر رقية تنام بالليل ليش ما تقدر تنام اسمع 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 ما تقدر رقية تنام بالليل كانت مرمرتني هاي الطفلة ما ترضى تنام ما تقدر رقية تنام بالليل بس تنام تتراوالها الخير تنام تشوف الخيل قاعد دوسك تقعد الصيح ما تقدر رقية تنام بالليل بس تنام تتراوالها الخيل من الدوس بصدور المشاتيل ما ظل برقية يا الأخو حيل زينب اجت لحسينها قبرة تشوفها بعينها قبرة تشوفها بعينها زينب اجت ليش ما تجاوبوني بيتين اقرا لكم القصيده بيتين نسالكم الدعاء زينب اجت لحسينها قبره تشوفه بعينها قبره تشوفه بعينها زينب اجت لحسينها دفنوا اخوها وعانت بالكوفة زينب كانت لزيارة تشقت تانت مشتاقة وميسرين مشوها درب شطولة قبال البشر محمولة ما بين ذولوا مشاها درب شطوله قبال البشر
محمولة ما بين ذولة وذولة زينب يزيد.